هدف لفائدة فريق الرجاء. هدف جاء من الزاوية، قلت بأنه فريق الرجاء بإمكانه استثمار يعني الضربات الثابتة. هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، أعتقد مسجل الهدف هو اللاعب ياسين الصالحي. أكيد غنتابعوا الإعادة. فرحة مستحقة لجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، يعني الزاوية اللي فدها شمس الدين الشطيبي، يعني طريقة جيدة. عبد الفتاح بوخريس، نتابعوا التمريرة، عبد الفتاح بوخريس الكرة ديالو يعني تغالط الحارس وسام قاصد.